بس انا فرحان ليه يا كابتن ندى، فرحان اني شايف تجربة على ارض مصرية عايزة تبقى في كل النوادي. تخيلي ان انا عندي ايهاب الدجوي ده محلل اداء جميع ماتشات الدوري ناشئين الودية اللي احنا بنلعبها دلوقتي، تتصور وتتحلل عشان ياخدها مدرب الحراس يعرف الايجابيات والسلبيات. قولي لي نادي في مصر حتى الاهلي والزمالك بيعمل كده؟ لا. طب يلا دينا قلنا لهم حللوا.